السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير طلبت مني ان احنا نعمل برجر الدجاج لوحده كده في فيديو لوحده، واقول لهم كل تفاصيله واقول لهم على المكونات الخطيرة اللي تخلي طعم البرجر حلو جدا. هعمله لكم النهاردة ان شاء الله واقول لكم ازاي نفرزه، ومقادير بسيطة جدا وسهلة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما ابتدي الفيديو يا ريت تشتركوا معايا في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا جبت صدر دجاج فرمته في الكبة كويس جدا، وبعد كده جبت بصلة برضو فرمتها، وأخدت البصل عصرتها كده كويس، ونزلت منها المية اللي فيها دي عشان ما تفكش معايا قطع البرجر. وبعد كده حطيتها على القطع الدجاج. ممكن ان احنا نحط الكلام ده كله في الكبة تاني ونفرمه مع بعض، بس مش مشكلة، هو مش محتاج ان هو يتعجن تاني في الكبة. بعد كده حطيت معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، بيدي برضو نكهة حلوة جدا، ياريت يعني ما تستغنوش عنه. وبعد كده طبعا الفلفل الاسود، ما نزودش قوي، يعني ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ده، طبعا زي ما قلت لكم صدر دجاج بس كبيره شويه. وبعد كده بقى حطيت بيضه، لازم نحط البيضه دي، بتفرق جدا يا جماعه. وكمان في حاجه كمان بنحطها بتفرق، هقول لكم عليها دلوقتي. وبعد كده عندي بقى معلقه كبيره من المستردة، وعندي كيسين من الكاتشب الصغيرين ده، برضو المستردة والكاتشب بيديها نكهه وطعم حلو جدا. وبعد كده بقى حطينا، هنحط بقى طبعا اهم حاجه الملح بتاعنا، يعني حطيت معلقه صغيره كده من الملح، وهقلب كل دول بقى، عجنهم كويس جدا مع بعض. عايزه اقول لكم بقى البيضه دي بتدي هشاشه لقطعه البرجر بتاعتك، مش بتبقى مكتومه كده، لما بتيجي تسويها تحس ان انت بتاكلي حاجه كده، يعني ايه، فيها هشاشه حلوه قوي وطعمها حلو ومش ناشفه، وما بتخليش البرجر ينشف خالص معاكي. بعد ما عجنتهم كويس جدا هنحط بقى معلقتين من البقسماط، ودول اساسي في الوصفه. ليه بقى؟ لان انا هحط بيكنج باودر كمان على البقسماط، هنزود كمان الهشاشه كمان عشان زي ما قلت لكم ما تبقاش مكتومه. حطيت ربع معلقه صغيره قوي من بيكنج باودر على البقسماط. البقسماط طبعا علشان بيخلي العجينه تتماسك شويه معايا ونقدر نشكلها بسهوله، لان طبعا احنا حاطين سوائل كتير زي الكاتشب والمستردة والحاجات دي كلها. هنحطها بقى في التلاجة شويه قبل ما نبتدي نشكلها عشان نعرف نشكلها بسهوله. بعد ما حطيتها في التلاجة كده اتماسكت، تعالوا بقى نشكلها. طبعا دي حلوه جدا لو انتوا عايزين تعملوا بقى وجبات سريعه كده لاولادكم وللمدارس كمان، سهل قوي. ان احنا بقى بنجيب الاطباق الفل دي، وبعد كده بناخد بقى قطع البرجر، يعني اعملوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، تبقى عايزين صغير كبير براحتكم، والطبق برضو القطع اللي انتوا عايزينها في كل طبق، بحيث ان احنا بقى نطلع كده الطبق زي ما احنا عايزين. حطينا قطعتين ثلاثه، يبقى الصبح كده واحنا جايين نعمل لانش بوكس لاولادنا مش هياخد معانا دقيقه، نطلع بس الطبق كده على رخامه شويه قبل ما نغسل وشنا، وبعد كده نبتدي بقى نحطه على النار، يكون فك حاجه بسيطه كده. طبعا هو بيبقى متفرز، بيبقى فك معاكي وتقدري تعمليه بقى بمنتهى السهوله. انا بجيب بقى كيس نايلون كده، واحط بقى القطعه اللي انا عايزاها، وابتدي الفها بس لفه صغيره كده، واضغط عليها بايدي اسويها بالشكل ده، شايفين، من غير بقى آلة ولا اي حاجة خالص، وبمنتهى السهولة، وطلعت قطعة البرجر زي الفل. وطبعا السمك اللي انتوا عايزينه، عايزينها تخينة عايزينها رقيقة، دي حاجة ترجع لكم. كده بقى الطبق بقى جاهز عندي، بقفله بقى كويس جدا، وبحطه بقى في كيس كمان، واحطه بقى في التلاجة في الفريزر، ويتخزن بقى براحتكم، واعملوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها وبالحجم اللي انتوا عايزينه. انا قلتلكوا الاساس، وانتوا بقى ابدعوا براحتكم، وكل سنة وانتوا طيبين واولادكم بخير يا رب. السلام عليكم، متنسوش بقى اللايك.